البوليزاريو هو ما لعبينش مع البوليزاريو. فين هو الطالب؟ بلاتي بلاتي طالب دراسات مسلم أو سني، يا لما تعاود تفضل يا عزيزي، يا ريت نطلعو شي واحد. يلا انا صيفطها لك، انا قريت هذيك طالب دراسات اسلامية مسلم سني. مرحبا مرحبا، واخيرا غادي نناقشو. اوف، واخيرا. السلام عليكم، وعليكم السلام. اسمحي لي بديت في السلامة. أنا عارفك ملحدة ولا لا دينية؟ تقولي لا دينية ياك؟ بغيت نناقشك بزاف ديال المواضيع صراحة. دائما تندخل، آخر مرة دخلت عندك كان الغليمي، خليتيني مع الغليمي وانت كنتي مشيتي وخليتي ال صافي، واش اللي ناقشتي انت الغليمي؟ صافي سحب لي، واش غادي صح؟ يا كون غير ما وسبني ما عرفتك قلتيها. سبني. شوف، كلها كيتعلق من وسبني كراعي، سمعتي؟ كلها لا كيتعلق من كراعي. وسبني ما عرفتش سبني ما عرفتش سبني ما ما عرفتش كنت حاضرة في ما اللايف، باعتراف. كنت لا حاضرة. انا قلت لك انت ما كنتيش. انا صراحه انا كنت بناقش كنتي، حيت انت تدوي بواحد المستوى صح تنتقدي الدين ولكن محترمه صراحه. انا ما عرفتش ان كاع هو يبدا يسب ويبدا يعاير. كون انت شوف ما عرفتش علاش كلها، بديتي يسب ويبدا يخسر الهضره، لكن في نقاش عادي جدا. انا بغيت نناقشك بزاف ديال المواضيع، بزاف ديال المغالطات. مثلا نعطيك واحد المثال. جبتي دابا مثلا العمل، انا عجبتيني قلتي انه واخا انت دابا انت لا دينيه وقلتي ذكرتي الحرام. مثلا هذا السيد اللي طلع معاك قبل قلتي العمل انه سرق من وقت ديال العمل ديالو، يعني انه نتفق معاك انا حرام انك تسرق من وقت ديال العمل ديالو وتدخل لشي حاجه. ماشي انا بغيت نقول غير انه الاسلام غير يساء الفهم ديالو، هذا هو اللي بغيت نوضح ليك. شحال من حاجه لا يعني يساء الفهم ديالها، شحال من حاجه تتبان في الظاهر انها ضد الانسانيه وهي في الواقع راه في صالح الانسانيه. الناس اللي مثلا الله كيقولوا عز لي، وجل يعطيك واحد المثال اسمح لي تقول نقاطعك، شوف اسمح لي يا اخي. الناس اللي كيقولوا لي طلعي الرواندي تفضلي خلو تفضلي. الناس اللي كيقولوا لي طلعي الرواندي خليه تنسيزي، نكمل ليه الفلوس اللي كاينين عند دوك لي بيس اللي كاينين عند بعض نطلعو. شوف عزيزي، بلا مقدمات، قول لي النقطة اللي بغيتي تناقشني فيها. مثلا بنو قريظة، كنت دويتي على بنو قريظة وانتقدتي انه المسلمين ذبحناهم، الرسول صلى الله عليه وسلم ذبحهم وقتلهم انا ما قلتش انهم ياك. سير كمل. الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة انهم. انا بغيت نعطيك واحد المثال وبغيتك تجاوبيني عليه. نعطيك مثال وحب بدل انك تجاوبيني عليه، ممكن سير باش مغالطة يسهل وأنت الفهم ديالك، باش كذلك. حتى مغالطة وأنت صامت تسمعني؟ كذلك، راه عندك الكونيكسيون تاعك، تشوف ربكم وما كيعطيش لكم الكونيكسيون مسقمة. وربكم ما كاينش مسلم أنا غادي نكمل، كيطلع عنده الكونيكسيون أنا خرب على بكم. مجهدة. لا لا وربكم ما سيري سيري بغاكمش سيري. تناقشوني، عباد الله ربكم. ياك انت واش قلتي نعطيك كتفرج مثال؟ فيا، نقدر نعطيك مثال؟ يلا سير. نعطيك واحد المثال. مثلا انه انت مثلا في واحد الحي مثلا ولا في الاقامه السكنيه والزوج ديالك مثلا الزوج ديالك انه اخي مخاصم هذه مع الدين. كتسمى مغالطة وانت كذلك، راح نقول عليك لا قبل ماشي ما تعطي مغالطه، المثال. لا علاش مغالطه؟ علاش مغالطه؟ واش سير عرفتي بنو كمل. قريظه شنو داروا؟ كيف واش فرحت بنو قريظه كتقول عرفتي شنو داروا؟ طالب ما اش داروا بني قريظة؟ واش عرفتي انه واش عرفتي القصه؟ انت جيتي نيشان القصه ديال انه الذبح يلا وانه قولنا خصهم قولنا، يقتلوه. انا راه درت عليه لايف بني قريظة فيه 7 سوايع. سير قولنا اش داروا بني قريظة. يلا سير. قبل من الحرب ديال بنو قريظه كانوا في غزوه ديال كانوا في الغزوه مع كانت الغزوه ديال الخندق ديال الاحزاب. الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد في الوثيقه ديال المدينه مع اليهود انه انتوما لليهود انا نحميكم ولكن انتوما غير ما تغدروش. اها ياك. وهما في الغزوه ديال الاحزاب غدروا خانوا. هو باش خانوا، ماشي باش غير خانوا. دار ماشي غير خيانه، راه داروا الغدر. هما راه مشاو بغي ياخذوا النساء ديال المسلمين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على النساء وخلاهم واش واحد حسن خداوهم؟ الله، واش خداوهم؟ وراه مشاو ياخذوهم. واش ما عرفتيش القصه؟ واش واش عرفتي خداوهم؟ الصحابه؟
صفية، صفية لا واش تياخذهم، وصفية عرفتي صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب عرفتيها عمة الرسول صلى الله عليه ايه وسلم، جاو اليهود هما في الأول ما بغاوش يخونوا، ولكن حويب أخطأ بعد غلطتي قلت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنت حويب بن أخطب نقطة جويرية ولا هذيك بنقطة. ما جويرية ما تزوجش بها الرسول، ما تزوجش بها، ولكن راه ماشي في هذيك الغزوة تاع الخيبر، ما تاع هضرش عليها الخيبر انا ما كاع تزوجش بها، جويرية، ما هضرش عليها كاع، هاك هضر على صفية. صفية تاع الغزوة خيبر ماشي في ماشي في دابا قولي باش عرف الرسول بأنهم كانوا بغا ينكتوا العهد. تفضل. نقضوا العهد، نقول لك باش عرف انهم ما ينقضوا العهد، نقدوش، كانوا بغاو ينقضوا العهد. كانوا فرق باغيين ينقضوا العهد فرق، وداروا محاولة نقض العهد، ما ها داروا نقول لك حتى محاولة، نقول لك ماشي حاولوا. مغالطات. عزيزي انا تفضلي نكرر لك تفضلي السؤال تفضلي عاوتاني، تفضلي نكرر. تفضلي شوف بلا ما بغيناش هضره، بغينا الادله. دابا تفضلي، قال لك بانهم كانوا بغاو ينقضوا العهد، ماشي كانوا كيفاش؟ داروا محاولة، كيف ما نقضوش العهد؟ داروا جيب نقول لك جيب لينا جيب لينا غنجيب الدليل الدليل، تاعك. غنجيب الدليل، غنجيب الدليل، تفضل. مشاو اتفقوا مشاو صوتي حبيب بن مسموع خطاب هنا؟ وليد صوتي اليهود، مسموع؟ مسموع. شوفي ديري راه الحساب الاخر، هذاك اللي كان جا كيسب السرطان ما السرطان، طلع عندي في لايف وخليته كيسب وقفلوا لي هذاك الحساب الاولي. هذا راه ما عندكش، هذا حساب الثاني، هذا يديري لي متابعه. اوكي خي متفتح، وي عرفتي تفضل المشكل فين كاين؟ عرفتي وي المشكل الكبير فين كاين؟ وي حنا تفضل امام نبي، والنبي ما خصوش يدير عقاب جماعي كما كيديروا الناس اللي قبل منه. يعني ياك نبي خاصو يجي ويبدل المفاهيم. الرواندي، حنا مازال ما وصلنا لديك ما القضية. انا حنا نجبد لا لك، انا نجبد لك، اتهموني. انا نجبد لك، انا شوف نجبد لك عقاب انا، جماعي، شوف استاذ اشرح لك، انا استاذ نصلح لك عقاب جماعي علاش لا كان، لا نشرح غير لك عقاب بلاتي جماعي علاش كان. فهمني متفتح. ايه تفضل فهمنا اش بغيت نقول لك. تفضل تفضل اخي تفضل تفضل اوكي النبي ما خصوش يدير عقاب جماعي. الا فريض هاد بنو قريظة ولاد الحرام داروا فعلوا وتركوا، ما كانش يعاقب الاولاد والاطفال والنساء والشباب، ما كانش. يعني النبي جا ودار نفس المشكل اللي كانوا كيديروا الناس اللي قبل منه. جئت لأتمم مكارم الاخلاق، فينا هي مكارم الاخلاق؟ في انك اسمح لي نكمل لك، انا غادي تفضل نسكت. تفضل شوف تفضل انت امام نبي جا باش يعطينا مثال، فهمتيني؟ دابا شحال من الغزوات اللي داروهم الخلفاء من بعد النبي، وداروهم السلاطين وداروهم الامويين. فراسك الامويين شنو داروا؟ العباسيين شنو داروا مع الامويين؟ فراسك اخباري عارفني العقاب يتأسون بالنبي. لا العباس تفضل قال درس داكشي اللي دار الرسول، فهمني غير خلينا صاحبي. تفضل حنا امام اخر نبي ارسله الله للبشريه، ما كانش يدير عقاب جماعي، كان يكوريجي دوك الناس اللي داروا الغلط والاخرين ما يتعداش عليهم، ما يتكرفش على الدراري الصغار. شوف اقول لك، حيد بني قريظه، غزوه بني المصطلق اللي هما ماشي يهود، فهمتيني؟ والغزوات الاخريات، الا كان النبي مشى غايدير الغزوه ما كانش غادي يجيب السبايا ويجيب الدراري يتباعوا ويجيب العبيد ويجيب الغنائم وتجي ايه قرانيه كتعطيه الخمس، كان غير يمشي لديك القبيله وينشر فيها الدين ويخلي فيهم واحد حاميه عسكريه صغيره للحراسه مثلا، ريثما يتشبتوا بالدين. هو لا كيمشي كيزف على القبيله كامله بالخيرات ديالها، بنسائها باطفالها برجالها بكل شيء اللي ليها، وتيخويها وتيجي تيبيع في السوق. علاش؟ لان كاين حديث يقول لك جعل رزقي تحت ظل رمحي، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كي اكل علي ان اقتل. تصور انت خالق لكون كيصل واحد النبي وما يقدرش يطعمه، قال لي سير قتل الناس باش تاكل. هاني سكت. صافي نتفضل نقدر ندوي. شوف قال لك بزاف النقط الرواندي، نقول لك انا غير نقطه اللي بغيت تركز عليها من النقاط اللي قال الرواندي. الا انت كتقول نقضوا العهد، نقضوا العهد واخا ما كاين حتى شي حاجه اللي كتقول بانه نقضوا لا العهد. كان سير 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 بني كاينه هشام في كاين بغداد في عزيز عزيزي المستقبل. كاينه في سيره ديال ابن هشام كيقول لك بانه الرسول جا عنده جبريل وقال ليه رد بالك بني قريظه ينقضوا العهد، كاينه ولا لا ما لا بس كايناش؟ لا لا عنقول لك ما عنقول كايناش لك هذه الروايه، ما كايناش هذه عنقول لك الروايه، لا عنقول لك ما عنقول لك كايناش الروايه صحيح بانه لك، جا عنده جبريل لا وفوق الحماره. امره جبريل عليه السلام قال له وضعت سيفك؟ قال لا، قال له فان الله وملائكته لم يضعوا سيفهم. فالرسول قال للصحابه من كان يؤمن بالله فوق فلا يصلين العصر الا في بنو قريظه، هي في اختلاف في صلاه العصر.
هي اما ماشي جبريل اللي قال لي ماشي بلاتي. خلينا مثلا وشكون هو داك جبريل؟ شكون هو داك جبريل؟ قول لنا شكون هو جبريل؟ داك جبريل شكون هو؟ جبريل؟ اه جاب الصفات ديال دحية الكلبي. مزيان حسن جدا. برافو برافو. الصفة ديال دحية الكلبي، علاش جاب الصفة ديال دحية الكلبي؟ لأن دحية الكلبي كان عنده الجمال تبارك الله. عطاه الله واحد الخلقة جميلة. الملائكة تتصور. يعني شوف يعني جبريل شوف. يعني جبريل يعني جبريل كان خايب هو وجا في الصوره تاع دحيه يعني الله خلق الملك خايب. دابا هذا مغالطات ما نقص ما الله شوف شوف انت جوستاذ متفتح عافاك الله خلق جبريل شوف متفتح عفا الزين راه غير خليوك تهضر. الله خلق واحد الملك خيبوه وخلاك يجي في صفه واحد اخر. ايوا ناس يجي صفه دحيه مالو ما يجي في صفه جبريل. لا لانه شوف لانه شكل صفه الانسان فكان من الافضل ان يشكل في صفه انسان جميل وانسان جميل. علاش ما يدير راسو براد بيت؟ على ما يديرو بحال جورج كلوني؟ علاش ما يديروش ملك الجمال؟ ضروري ضروري ورقم هذاك دحيه الكلبي توم كروز. دابا شوف الكلبي. زوين زوين. ولا يوسف 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 ولا داك يوسف تاع داك الفيلم. عزيزي عزيزي دابا انا اللي مباش تفهم ليا الا الله صيفط جبريل وبغى يصيفطوا لي صفه الرجل الجميل، علاش ضروري انا يصيفطوا بصفه واحد الرجل اللي عايش مع محمد؟ علاش ما يصيفطوا بصفه شي رجل زوين؟ ماشي بالضروره الله يصنع جبريل اللي يعيش بصفه. علاش ضروري دحيه الكلبي؟ علاش؟ راهنا دورة اخوان خدموا شويه عقلكم، خدموا غير غرام عقلكم. كيف يعقل خالق الكون كيتواصل مع واحد الرسول وكيصيفط ليه الملاك ديالو اللي جبريل وكيصيفطوا ليه في صفه رجل ادمي؟ انا نكون بلاصه محمد يدخلني الشك، غنبقى نقول واش هذا دحيه الكلبي ولا جبريل؟ غنبقى نقول واش جبريل؟ واش انت هذا ولا دحيه الكلبي؟ انا كو كنت راسول نبقى نشك. يقدر يجيني الدحيه الكلب لانه جاء رسول الله جاي من سفر، جاي من الحرب، من معركه خندق. ما علينا باش غير تكون والملاك غادي يبان، بغى انه يبان، فمن فلا يمكن انه يبان بصفه شي انسان اخر. لا ياخذ يديرك بحال داك ديال جيمز اوف ترونز. ما رجبش حديث جبريل طويل لما قال دخل عمر بن الخطاب، لما قال دخل علينا الشهير، دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرف منا احد، لما نقول لك حديث طويل، فقال لي ما الايمان فامنا، زعما وصدق بلا ما ندور لك الحديث. الحديث الطويل جا جبريل المعروف، رجل جا جبريل بلاتي 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 الاخوان كم رباني يا الاخت، راه كم رباني. نقول لك الحديث، نقول لك الحديث الذي يعلمها راه ماشي احنا، لكن مؤمنين نحن نقولوا سمعنا وطن فرنا ربنا ولينا المصير. اما الواحد اللي ملحد الذي لا يؤمن بالدين ضروري غادي يناقشني، تما كنت ناقشوا شي حاجه في الالحاد ديالو، اش اللي خلاه غير يسبني؟ قال لي اش متفتح ومتفتح متفتح عزيزي متفتح. واخا لا راه حنا باقي في بنو قريضه دابا باش غير يفهموا الاخوان، حيت انا عارفه الحديث وانت عارفوه الرواندي، ولكن الناس ما فاهمينش علاش كنهضروا. غير باش نشرحوا لكم الاخوان، هو انه الرسول جا عنده جبريل فوق حماره، ياك جا عنده جبريل فوق حماره، جا عنده جبريل فوق حمار. نتحداك فوق حمار، ما غاديش نقص حتى انا بغا نقص بنو قريضه. راه في بنو قريضه جا عنده، نقولها لك انا بغلا على بغلتي. تصوروا انتم خالق الكون، خالق الكون بالمجرات ديالو كيصيفط الملك ديالو فوق بغلة باش يتواصل مع الرسول ديالو. صيفطو فوق بغلة وجا وصيفطو بصفة دحية الكلبي شاعر. والشاعر ياك هو شاعر دحية حسن هو الشاعر. دحية الكلبي كان زوين فاش كان تيدوز في الشارع كيطلو النساء ديال المدينة وكيشوفوا فيه بوكوس. ما علينا، المهم الدحية صيفطوا ليه في صفة دحية الكلبي، والدحية جا قال ليه نوض قاتل بني قريظة راه ينقضوا العهد. ماشي نقضوا سالات المعركة، راه نقضوا، ماشي نقضوا، الرسول كان عارفهم نقضوا، ولكن الرسول جاي من غزوة باش ما عرفتش. خليني نكملوا الحديث وديك ساعة نتناقش. اوكي نعم. دابا
وفاش سلا معاه جبريل ناض الرسول رجع للدار وتلقى عائشة كتشوف فيهم فم باب الدار وتقول ليه، قالت لي ما من كانت كنتي كتهضر، قال لي او شفتيه، قالت لي اه شفتو، قالت لي اه شفتو، قالوا لمن شبه لك، قالت لي دحيا الكلبي، قال لي لا راه ماشي دحيا الكلبي هذاك راه جبريل. بوم واش الله دابا السؤال ديالي علاش الله ما يدير بحال جيم اوف ترونز، عرفتي داك اللي كيبدلوا الوجوه سميتو الاله ديال الاوجوه كيدير غير هكا وكيبدل الوجوه، باش ضروري يدير تحيه الكلبي؟ علاش نستافدوا من هادشي كامل كمسلمين؟ باش تعرف انا وحشة هذاك تحيه الكلبي يقدر هو الحشا كاع، يقدر ما كاين كاع جبريل يقدر تحيه الكلبي هو اللي كان كيصيفط كيجي عند محمد وكيقول ليه انا يا جبريل وحشا علينا وخلى مليار و800 هداوة وعنصريين واكسيتيرا. دابا انت تيبان لك الاخت راه مثلا دابا احنا الاسلام حاليا، الاسلام حاليا يعني يعيش يعني احنا مجتمعات فقيره متخلفه. غير باش نسدوا هذا الموضوع، واش هذا الحديث كاين؟ واش هذا الحديث كاين ولا لا؟ ديالات يعني هذه الروايه، هذه الروايه تاع عائشه ديال انا شفت دحية. شفتو كاين صافي مزيان تفضل. صح بنو قريضه جاو ما بغاوش يخونوا العهد لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كان جرى على بني كانوا هما ثلاثه ديال القبيلات بنو قريضه بنو النضير منهم حي بن بنو قينقاع بنو النضير منهم حي بن اخطب لانهم كانوا خانوا كانوا عراو امراه مسلمه في السوق وربما انت عارف القصه عرفناها ما هذيك ما عليهاش بغى ينتقم هذيك بوحده شتي دابا هذه بوحده هادي بوحده راه كارثه هادي ديال بني قينقاع كارثه. دابا تصوروا نتوما قال لك اسيدي هما كاينين جوج د الروايات ولكن اكثر من روايه، قال لك واحد المسلمه مشات للسوق عند اليهود وقال لك واحد اليهود وجلسات وقال لك واحد اليهودي حط ليها الحجره فوق الجلابه ديالها فوق هذاك ديالها فاش وقفت طاح ليها الحجاب ديالها وزاد كتغوط تعرات وزادوا كيضحكوا عليها اليهود وشافها واحد المسلم ومشى قتل داك اليهودي اللي حط الحجره ياك وفشافوا اليهود بانه واحد المسلم قتل يهودي نضو مشاو قتلوا داك المسلم فاش مش وصلت الهضره لمحمد اش دار؟ ناض نفاهم كل شيء نفاهم خرجهم. دابا انا كون كنت على قبل امراه على قبل مراه طاح ليها الشروي ياك تقولوا لا تاثير وزره الاخرى ياك تقولوها نتوما لا تاثروا لو راه هما متفقين كاملين راه كانوا يضحكوا عليها لا دابا هذاك اليهودي هو اللي دار عليها الحجره. عطيني الدليل عطيني الدليل متفتح واش اخرين انتقدوه قالوا لي ما ديتش واش باش تقول لي قبيله كامله ضحكات عليها غادي يكون واحد منهم رشيد غيكون واحد غير واحد ينتقد وما حتى واحد ينتقد لا راه كنهضر من فراغ متفتح غادي يدير واحد المثال زوين اللي عطاه الرواندي. دابا حنا نقولوا اكادير حنا نهضروا على اكادير داكو نقولوا سوق الحد نقولوا دابا في سوق الحد واحد تاجر في سوق الحد تحت الحجره لفوق القشابه ديال واحد السيده داكوغ وديك السيده وقفت وطحت لها القشابه ديالها ونضت هذاك ناضوا تيضحكوا فيها الناس اللي في داك السوق ونضت دابا المشكله ماشي غير كلشي خليني ما كملتش النقطه والمتفق والمتفتح خليني نكمل. دابا اكوز بسبب واحد الشخص في السوق دار واحد الفعل اللي شانيع تعاقبات قبيله كلها بحال دابا قلتي هذاك اللي في سوق الحد اللي دار هذاك الشخص داك اللي كاين تما دار داك الفعل تعاقبات المدينه ديال اكادير كلها وتنفات كلها واش فهمتي دابا هكا داكشي اللي وقع بني قينقاع هذوك الناس في السوق بني ماشي اخي ماشي غير التاجر
انا تاجر سوق الحد ما غاديش نخلي هذاك انا قالك الله سبحانه انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف ننصره مظلوما معروفه ولكن ظالم كيف ننصره؟ قال تمنعه انه يظلم. يعني حنا في السوق تجار منعوا هذاك متفق ما جاوبتيش. دابا كيف يعقل ان الله يعاقب قبيله كلها على فعل وما ما حضروش؟ انا يهوديه انا نحط راسي تشوف واحد ما تنتقدش وخليني انا نحط راسي واي واحد في هذا اللايف يحط راسه بلاصه ديك القبيله. انا مثلا كنت جالسه في داري وراجلي ناعس مريض راجلي ناعس ما خرج وانا جالسه في الدار مقابله وليداتي شويه كنسمع قال لكم الراسو راكم غادي تتنفوا علاش حيت وحده في السوق تحيدات لها القشابه ديالها وانا مالي انا رجلي حدايا ناعس ومعايا وليداتي علاش نتنفى؟ ظالم محمد انسان ظالم محمد انسان ظالم كان كيكره اليهود وظلمهم. انا قلت لك انا نحط راسي وحده من هذيك القبيله اي واحد كاين في هذا اللايف يحط راسه. جات الزنازيدي ويوقف الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي يا رسول الله علاش وقفتي؟ اخوان فوتوا لينا شوف سمعني عافاك سمعني هذه بيت الغزاه اليهودي بعدا بيت العرب عندكم شوف اليهودي شق على الرسول صلى الله عليه وسلم خليك من الصحابه متفتح ومتفتح. غالبية الغزوات 27 غزوه فهمتيني نعم ضد من تداروا اما واش كلهم ضد اليهود؟ غالبية الغزوات ضد بني جلدتي يا صاحبي ضد بني جلدتي ومن بعد دابا رجع لبني قريضه العرش عرش انت كتبي تاتك تصدق مزبلها سير انا دوك بني قينقاع كنسى نهضر فيهم وانت فكرتيني في بني قينقاع والله انت فكرتيني فيهم. جا حوي بن اخطب خلينا حوي بن اخطب جا قال الزعيم ديال القبيله ديال بنو قريضه راه جيتك بقريش غادي ندوب نستاصلو محمد. قال لي بعد عليا طلع لي من الصور شد الصور وعرفوا واش قال لي انت تجيب الغدر. قال لي انا عاهدت محمد ما غاديش نخونو بقى تيمشي عنده ويجي قال لي شوف حيت لقاهم دايرين الخندق قال لي غير نتوما من اللور تحلوا لي بغيت تحلوا لي من الباب ويدخلوا والو بغاش. قال لي شوف بغيتي تشتيقني انا ندخل معاك في الحسم ندخل معاك في الحسم داكشي اللي طرا لكم يطرا ليا. هو كان في خيبر وجا من وراه غادي يتحرم مع خيبر ودخل معاه في الحسم بقاو تاثروا فيهم حتى القبيله كامله وافقت انه غادي 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 يخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم. صافوا واتفقوا الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت الاخبار وسمعت بين المسلمين وديك الساعه المسلمين قلال فقال ما نظلمهمش حتى نتاكد منه واش ظلموا واش فعلا بغى يخونوا ولا لا. وصيفط لهم السعودان سعد بن معاذ وسعد بن عباده هما اللي صيفطهم من عند حيت هما كانوا في الخزرج في قبل ما يجي الرسول هما كانوا موالد ديالهم. صيفطهم من عند بنو قريظه قال لهم واش رسولهم زعما كاين واش نتوما باقيين على العهد اللي بيننا وبينكم ما تخونوناش. قال لك فنالوا من الاسلام ونالوا من رسول الله سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سعد بن عباده كان رجل قوي شديد فبدا يسبهم تسب معاهم وما في السور وتسبهم جابوا سبوا الاسلام سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لي سعد بن معاذ هو اللي حكم على بنو قريظه بالذبح. قال لي شوف قال لي ان الذي بيننا وبينهم ليس هو السب. قال لي صافي خليهم وقبل رسول الله صيفطهم قال لهم شوفوا لا خانوا لا بقاو على هاد قولوا لي صافي لا خانوا قولوا لي بان ما خانوا بشي طريقه ما يعرفوش المسلمين باش يجيش ما يتخلعش ما يجيو ما يقولوا لي القاره معاذ والقاره جوج قبيله خانوا المسلمين وصفت معاهم المسلمين باش يعلموهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يعلموهم الدين وكذا وخانوا المسلمين قتلوا المسلمين. فقالوا لي هذوك القاره اشاره الرسول يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كبر قال الله اكبر ابشروا بالنصر هذه في غزوه الخندق والمسلمين محاصرين ومعك المرافقين والله عز وجل تقول استاذ واستاذ استاذ نسلم لك اوكي
انا المشكل ديالي علاش الرسول قتل كل من انبت شعر العانه. انا غادي معك انا غادي انا معك قلت لي انا ماشي شغلي، انا كيف يعقل خالق الكون قال لكم ما ارسلت الا اكمل الاخلاق، ياك كيفاش مكارم خاطروا مكارم الاخلاق مكارم الاخلاق. اوكي مكارم الاخلاق، كيف هاد السيد اللي الله سوا ديزون صيفطو باش يكمل لنا مكامل الاخلاق يسمح بقتل الاطفال؟ اش دابا سيدي حنا سلمنا لك بانه عز هذاك هذوك الكبار بنو قريظه كامله الراوي ديالها في صحيح البخاري راه هو من طفل من بني قريظه هي وكيقول لك قال لك الجاني من القتل راه تصنطنا لك يا خي، تصنط لنا دابا هذيك الرواية كيقول لي كنت من سبي بني قريظة فكانوا يكشفون عن عان فكشفوا من أنا عن عانتي من أنبت من اسمع أنبت اسمع مزيان قال من لك أنبت من فكشفوا. صاحبي تسمع متفتح، خليها تهدر صاحبي، سمع تفضل اخويا. ما عمرك قفلتي المايك؟ حنا كنقفلوا لي، قفل المايك شوية، قفل واخا اخويا ما زيد انا ما راه امي شويه في التيك توك دخلت على قبل بزاف انا صاحبي، سدو لك هو صافي. خليها تهدر. دابا انا قلت لك سلمت لك بانهم نقضوا العهد، وكاين شكون اللي هيكون نقض العهد؟ نقولوا الناس يعني هادوك الزعماء ديال القبيله، يعني الناس اللي مدخلين في السياسه، ولكن الناس العاميه ما داخلينش في السياسه. انا سلمت لك، انا سؤالي اذا كان الرسول افضل الخلق وجاء باش يكمل لنا الاخلاق، كيف يعقل انه يقتل اطفال؟ وركز عليها دي مزيان، اطفال مازال ما كملت هضرتي ما تفتحش المايك داكو، لانه انت بفمك قلتي كاين عندنا الروايات على بني قريظه، شكون اللي رواها؟ واحد منهم ايه هو اللي كيقول لك كنت من بني سبي بني قريظه فكانوا يكشفون عن العورات، قالك فكشفوا هكا قالها، فكشفوا عن عورتي، يعني نزلوا لي السروال باش يشوفوا واش نبت الزغب ولا لا، يعني راه يبان لهم دري صغير ولا لا، ولكن لا باين لهم دري صغير، ولكن باش يتاكدوا نزلوا لي سرواله وشاف واش نبت الزغب ولا لا. قال لك ولقوني لقاوه مازال ما نبت الشعر، قال لك واش داروا ليه؟ حطوه كعبيد، حيت اش داروا اللي نبت الشعر كيديروا لك. ونقولها لكم راه كاينين الدراري صغار اللي كيبداو ينوض لهم الزغب من 8 سنين، من 8 سنين سترولي على 8 سنين، من 8 سنين. يعني الرسول قتل اطفال من 8 سنوات، شنو هو الذنب هاد الاطفال اللي 8 سنوات؟ وقال لك كل ما نبتش الزغب يعني 8 سنين القل لتحت سوبي ولا من العبيد، عندك الاطفال والنساء عبيد، اما كلشي رجاله تقتلوا 900 بين كل، كاينين اختلاف الروايات، كاينه بين 700 حتى ل 900 واحد رجل نحاهم ومنهم الاطفال. دابا انا سؤالي الا كان الرسول افضل الخلق كي خلاته خاطرو انه يقتل اطفال، ما ذنب الاطفال؟ راس ما فهمتش اش كتقدسوا هاد الانسان، كينكح الدراري الصغار، كيقتل الدراري الصغار، ما فهمتش، ما كيكره المراه، ما فهمتش، ما عرفت من علاش كتسميه افضل الخلق وما عنده حتى صفه تاع افضل الخلق. تفضل شي شويه ولا حتى نغنش تنقطع وماشي، هذا هو المشكل واش ماشي مشكل. دابا غير قبل ما تحدث، هل الحديث انه قتل كل من انبت شعر العانه صحيح او ضعيف؟ لا صحيح. هاد الروايه ديال هاد ديال بني قريظه اللي كشفوا عن عانتي صحيح او ضعيف؟ صحيح. صافي الناس اللي كيقول لي مين جبت هاد الشيء، صافي تفضل دابا. بس اسمحي لي جات التليفون انا قطعت التليفون. انا معاك سمحي لي غادي نروح لابي، ماشي مشكل، سد المايك ديالك نطلعوا شي واحد يمد سالي انا معاك لا ديالك. انا قطعت صافي. الاخوان اللي كيقولوا لي مين جبتي هادشي كاين في السيره، هادشي كاين في السيره النبويه. دابا خلينا نقضوا العهد، نقضوا العهد، جاو عندهم اسمت اش داروا؟ اش داروا هما؟ اش داروا؟ راه هذا ماشي السؤال ديالي، هذا سؤال احنا راك انا سلمت لك انهم نقضوا العهد، انا سلمت عليك نقضوا العهد، راه ماشي نقضوا، راه داروا حاجه اخرى ماشي غير نقضوا، راه خيانه، راه مشاو
هاد النساء ومتفتح الله يرحمك الوالدين فهمنا واستاذ واستاذ وجمع على حسن ديال النساء ديال المسلمين اسمع اسمع صاحبي خلينا ندوي شويه ورا صاحبي شوف الا ما كتسمع راه غادي تهبط بكل بساطه صاحبي انتما واش بغيتو غير بوحدك تبقى ديري لنا انا الدروس تاع التحضيري داكشي اللي قرينا في الثالث والرابع والخامس تفضل عاودش لينا صاحبي شنو ما تعاودش لينا دوك الروايات عارفينهم وكلشي اللي هنا عارفه قلتو من الناس قولوا الناس سمع صاحبي سمع سمع الروايات كامله الناس خلينا نحكم كما قالت لي الاخت انا صاحبي وسمع والله يهديك راه ما غاديش نهضروا انت انا بهذه الطريقه بالضبط سمع حنا سلمنا لك سيدي ان الخيانه وقعت الخيانه كتوقع من كبار القوم ماشي من صغار القوم ماشي من الدراري من العيال اسكت اصاحبي والله عليك انا ما انت بغيتي تقول غير الراي ديالك انت هذا راه الراي ديالك ماشي الراي ديالي سيدي هذا الراي ديالك هذا الراي ديالك ماشي الراي ديالي وراه سلمنا واش غتسكت اصاحبي نهضروا ولا لا زيد دوي هاد ورا دويتي ما خليتيني ندوي انت اسكت اصاحبي اسكت غلق المايك كدير معايا في ديك الصوره غلق المايك نهضر دوي تفضل غلق المايك غلق رب المايك اصاحبي ولا لا بزاف قلنا لك سيدي سلمنا لك ان بنو قريده خانوا داروا خيانه شكون اللي كيدير الخيانه مثلا في الدوله او لا في القبيله او لا في الاماره كديرها السلطه العليا هي اللي كدير الخيانه ماشي الشعب ممكن انك مثلا نقول انت ساكن في واحد الدوله سميتها دوله ا او لا بي او لا سي القادة تاع داك الدوله داروا شي خيانه ضد دوله اخرى انت ما على بالك انت كنتي خدام ما بيك ما عليك جاوا شي قوم قالوا لك راكم درتوا خيانه غادي نحيوكم غنصفيوها لكم تقول لهم انت ودي انا ما درت والو ما درت لا خيانه لا والو قالوا لك لا درتوا خيانه هذا الشيء علاش تنهضروا معاك انت وحنا كنهضروا لك على واحد الانسان ارسل الله كافضل ما عنده افضل ما عنده في الاخلاق افضل ما عنده في اي حاجه ما خصوش يعاقب عقاب جماعي فهمنا اش تنقولوا لك لنفرض ان النص تاع بنو قريظه كانوا خايبين ولاد الحرم وما مزيانينش علاش سيدي كتهز على الدري الصغير وكتلقاه يلا خرجوا الشعرات نقولوا عنده 15 سنه راه كاين اللي كيخرج الشعر في 10 سنين 15 كاع سيدي 8 كيف 8 نقولوا لي حنا نقزوا حنا ديك 8 و10 و12 15 وجايب قال لك الامام علي كان كياخذ 10 ب 10 كيديهم ورا واحد الكديه وتيحيد لهم الريوس الامام علي فهاد الشيء ديال المجزره ديال بنو قريظه راه بلاتي صاحبي ما بقاش تعاود لينا راه داروا 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 راه ما يمكنش قبيله كامله تجتمع بالاطفال وبالنساء وبكل شيء ويجتمعوا على شي خيانه تاع شي واحد راه الكبار اربعه ولا خمسه ولا سته او على الاكثر 10 هما اللي كيقرروا السياسات تاع القبيله اذا هذوك الناس اللي هما زعماء ذاك القبيله فشلوا يعني داروا خيانه انت كنبي جيتي غتعاقب اللي داروا خيانه وما غاديش ترد بديك الرد الخايب بزاف انك تنتقم الاطفال الصغار انا نعطيك انا مثال مثلا هنا في هذا اللايف هي انسانه بسيطه كتسب وما كتسب علاش ما كترد هي بالمثل لانك تشوف داك الشيء خايب هذا غير سبان عاد راك سيدي تحياد الريوس راه حنا متفقين معك سيدي بنو قريظه ولاد الحرام غفلوا النبي وداروا اش داروا عيالاتهم اش داروا نسائهم اش داروا اطفالهم حبست المايك خليني نتكلم شويه خليني نتكلم تكلم ولكن ما تعاودش لينا في القصص راه شنو ترى غزوات الاحزاب وقالوا لهم راه انتوا عارفين وما تضيعش لينا الوقت السبب ديالو انا شي تلعب ديك تعاودش القصه تلعب ديك السبب ديالو صاحبي راه سلمنا ليك ان بنو قريظه هما ولاد الحرم واش الناس مشاو هجموا قبيله كامله مشات هجمات على حسن التسليم راه مشاو هجموا على النساء ديال المسلمين متفتح 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 حنا سلمنا لك نيكس حنا سلمنا لك الله يخليهم سلعه زعماء ديال القبيلات كاملين كاملين لا حتى الاطفال حتى الاطفال مشاو اطفالهم كل شيء لان الرئيس الزعيم ديالهم جمعهم عطينا الدليل عطينا الدليل حتى الاطفال عطينا الدليل الزعيم ديالهم انا عطيني الدليل حتى دوك الاطفال اللي قتلوا راه مشاو حتى هما خانوا العهد مع القبيله كامله قال لهم من جاو جمعوا المسلمين هما كانوا 700 رجل
والعيالات والدراري الصغار ياك 700، والمسلمين شحال كانوا؟ كانوا غير 300. تخيل 300 ذبحوا 700، ما هذا ما تيعطيش واحد انه شويه التفكير. المسلمين كانوا غير 300 وهما 700. واو. دابا جاوبنا، دابا جاوبنا على السؤال، دابا جاوبنا على السؤال، كيف يعقل افضل الخلق يسمح بقتل الاطفال؟ الاطفال اطفال حيت قال لي كانوا ينظرون الى العانه، وكل من انبت شعر العانه قتل. مثلا القضيه ديال الجواز ما كيشوفوهش واش قيم ولا كيجيبوا، لا لا كيشوفوا غير الزغب صافي. والزغب ليس شوفي السن ديال داك الوقت راه ماشي راه غير فورفا. رجعت حتى هيك بحال تاع الزواج صغيره. شكرا شكرا عزيزي شكرا صافي سالينا. خلي الدور الاخرين، خلي الدور لا غير دوز كمل النقاش الوقت. انا ما عطيه واش تخدم كتقول لي ماشي قد قد كاين الناس كيتسنى. كاين الناس ما خليتينيش دويز، ما خليتينيش دويز دابا النقاش صافي صافي. حتى مره اخرى ما تكون شي يا صاحبي، ما كتقول والو. كفرتيها كفرتيها مع المغرب، دول اسكندنافيا مع المغرب. طفل ديال 12 عام في اسكندنافيا راه ماشي هو في المغرب. نعطيك مثلا، نعطيك واحد الصوره كتنشرات بزاف في الفيسبوك ديال واحد المباراة في كرة السلة ما بين 16 عام قل من 16 عام ديال المنتخب الامريكي مع المنتخب ديال بنما. تقدر ديرها في جوجل وتطلع لك، غتشوف ان 16 عام ديال الامريكان بنات مع 16 عام ديال بنما. 16 عام ديال هذيك الدولة بنما يبانوا لك طفلات صغيرات. 16 عام دابا دابا كيفاش 16 دابا دابا 9 سنين 9 سنين تاع 9 سنين ديال الجزيره العربيه ملوك اوروبا، ملوك اوروبا غير مع اوروبا ديال فرنسا تزوجوا على 10 سنين ولا 11 عام غير في العصور الوسطى. راه ما بغيتش نبدا نجبد لكم التاريخ حتى انا ماشي فهمت نبدا ندوي صافي اخاي صافي. اش ما علاقه ملوك اوروبا لويس الرابع 10 10 تزوجوا على 11 عام صافي صافي عزيزي صافي صافي. اصلا عندك تخرخش هادشي انت يخربك هذا. ولا انا عندك صبر ايوب، انا واصل باز ليك صبر ايوب. تقوش تقوصوا لي الصبر ديالي، تقوش تقوصوا لي انا الصراحه نزلتو انا قوسوه ونفوتوه لي. واو 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 رواندي لا لا شوف ما كاينينش جوج الحوايج. قلنا ليه شوف حنا قلنا ليه بانو قريضه ولاد الحرام. النبي اللي هو اخر ما يعني الديرنيير فيرسيون عند الله في الانبياء وصافتو وقال لي سير سير وري للناس كيفاش، سير علم الناس، سير قد الناس، سير صيب الناس، سير وريهم الحاجه اللي الخايبه من الحاجه الزوينه. اشنو جا؟ جا هو دار كثار من داكشي كانوا كيديروا القدام. فرس كانهم العرب ما كانوش كيسبيو النساء بعدياتهم، ولات تبات كاع شي وحده كذا كيردوها حتى جا هو وكيسبي النساء. راه مشكله صاحبي انك تسبي امراه وتقتل طفل وانت يعني مصيفطك الله. راه ماشي هذا الشيء اللي خصو يدير النبي مع بنو قريضه. كان بغى يتصرف مع الزعماء ديالهم والاطفال وداكشي يقول لهم فوالا راه انا نبي الرحمه، ما تخافوش ما نتعداش عليكم، بغيتو تبقاو في دينكم وتعطيونا شويه ديال الجزيه شويه ديال الفلوس بارك الله فيكم مزيان، بغيتو تدخلوا للدين ديالنا هو دين متسامح راه ما تخافوش يزيو لعندنا وبخير وعلى خير. هكا خصو كان خصو يكون، ماشي جوع على رزقي تحت ظلي رمحي. تفضل.